كلمة في التقريب بين السنة والشيعة. لك في دقيقة تقول فيك المخير على موضوع التقريب؟ نعم. لا من وقتك من الدقيقة الفاضلة تقول كلمة على التقريب معه. أنا أطلب نعم كلمة للتقريب أقول. أولا ما ذكره التيجاني من سفاسفة على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها مردود عليها في كتاب حقبة من التاريخ وكتاب كشف الجاني، لأنه الآن يسرد ويهذر هذرا لا يمكن أبدا أن نرد على هذا الهذيان في أمثال هذا الوقت كما ترون هي ربع ساعة أو أقل. أنا أطلب من مثقف الشيعة ومن عقلائهم أن يعلنوا براءتهم من هذه الكتب ومن مؤلفيها، وأن تخرج فتوى صريحة من الحوزات تعلن كفرا من يقول بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى وعدم طبع تلك الكتب التي تثير النعرات، التي تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تطعن في عرضه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمتنع علماؤهم وخطباؤهم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يعقل أن يسبوا من هم خير عندنا من آبائنا وأمهاتنا ثم يقولوا كفوا عنا؟ لا والله لا نكف عنكم إن سببتم أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، والله إنهم عندنا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن أنفسنا كذلك، وكذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا نكف عنكم حتى تكفوا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذه الكلمة أوجهها من خلال هذا المنبر. أنا أشكر شكرا جزيلا عميقا الدكتور محمد الهاشمي على إتاحة هذه الفرصة حتى يعرف الناس الحق، فإن معرفة الحق هي أول طريق للوصول إليه. وأنا أدعو دعوة واحدة جميع الشيعة في هذا الزمن، أدعوكم فقط إلى تصفح كتاب الكافي، إلى قراءة، إلى سياحة في عالم هذا الكتاب الذي هو أعظم وأتقن وأصح وأشرف كتاب عندكم. لم يؤلف كتاب في الإسلام يوازي أو يدان. اقرأوا هذا الكتاب واعرفوا من أين تأخذون دينكم، وارجعوا إلى كتاب الله وادعوا عنكم الترهات. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وأنا آسف كنت رفعت صوتي ولكن المقام أظن أنه كان يستحق ذلك. إن السبيل إلى الاتفاق أن يعلن علماء الشيعة أمام الملأ عقيدتهم دون تقية في القرآن والصحابة وأهل السنة وغير ذلك، وذلك أن الشيعة قد تاهوا، يسمعون في الحسينيات شيئا وهنا يسمعون شيئا آخر. التيجاني يكفر الصحابة ويقول صاحبه النجدي لا نكفر، التيجاني يتهم البخاري مسلما والنجدي يقول فاضلا، النجدي يقول أنتم مسلمون ثم يقول ولستم مؤمنين ثم يقول بل مؤمنون، والنجدي يقول لا نسب والتيجاني يكفر، محسن المعلم يقول أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم نواصب، وهنا يقول صاحبنا الدكتور الموسوي النواصب كفار ثم يمتنع عن الإجابة هل هم نواصب أو لا. يا شيعة العالم استيقظوا، قالها قبلي موسى الموسوي في كتابه يا شيعة العالم استيقظوا، وقالها في كتابه الشيعة والتصحيح. أليس يروون في كتبهم إذا عارض قولنا كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط؟ ونحن نقول لكم اضربوا بأقوال علمائكم عرض الحائط إذا خالفت كتاب الله تبارك وتعالى، وارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله الذي لا إله إلا هو إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق. أرأيتم كيف يربطونكم بآياتهم؟ كل عالم يصحح الحديث أو يضعفه لا قواعد يجب الالتزام بها، والآن رأيتم حديث باطل مع أن إسناده ثقات كما قال، ومع هذا يقول حديث باطل. أين التصحيح؟ أين التضعيف؟ لا تجد شيئا من ذلك. لماذا لا يتعلق الشيعة الاثنى عشرية بالأئمة الاثنى عشر؟ لماذا تقلدون هؤلاء أهل العمائم؟ لماذا تقلدون الأئمة الاثنى عشر؟ أين مروياتهم؟ أين أحاديث الرسول؟ ارجعوا إلى كتبكم، اقرأوا كتبكم، نريد أن نرجعكم إلى دينكم، ارجعوا إلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن نقلت القرآن هم نقلت السنة، فإن كانوا ثقاتا في نقل القرآن فهم ثقات في نقل السنة. طيب. أنا إلى الآن لم أجد من يحاور ويريد الحق، أقولها صراحة إلى الآن لم أجد، لأنه يماطل يجادل يدور يلف لا يجيب إجابات صريحة. طيب. أنا الآن فقط عفوا دكتور أنا آسف جدا أنا آسف جدا فقط حتى بس يزول اللبس، فقط من قال عني أني أسب الزهراء رضي الله عنها كما سمعتم جميعا ابنتي الكبرى فاطمة
وأنا كنت ألقب بأبي الزهراء. ولكن على كل حال والله الذي لا إله إلا هو نشهد الله على حبها. وأما قوله إني قلت إنها منقصة لها، والله الذي لا إله إلا هو ما هكذا كان الأمر، وإنما قلت كما قال الله تبارك وتعالى، وتعالى الله جل وعلا عن المثل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أنا قلت تكذبون على فاطمة عندما قلتم أمرت أن لا يغسل أن لا يحضر جنازة أبو بكر وأن لا يصلي عليها وأن لا، قلت تكذبون عليها، فإن كان وقع ذلك وهو لم يقع، فإن كان وقع ذلك فهي منقصة لها إذا قالت ذلك، ولكنها لم تقل ذلك رضي الله عنها وأرضاها، بل هذا كذب عليها. أبا فاطمة شكرا جزيلا لك، حياكم الله، بارك الله فيك على مساهمتك في حوارات هذا الأسبوع، وإحنا جعلتلك نقطة ختامية.